ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهاردة الفلوك بتاعنا عن مكنة اوفر ياباني اصلي. بصوا يا جماعة، احنا بنجيب المكنة الياباني حالته عاملة ازاي. زي ما حضراتكم شايفين، بصوا يا جماعة، ميد ان جابان، مكنة 2316، جوكي اصلية ياباني، مفيش ولا كلمة. مكنة زي ما حضراتكم شايفين الحالة. بصوا يا جماعة حالة المكنة، ولسه كمان ما اتنضفتش، ودي الترابيزه بتاعتها. طبعا شمعدان حتى لما بنحس ان هو قديم شويه بنغيره للزبون. طبعا الخصومات شغاله، معرض ابو سليمان 14 شارع الرواعي، مكان جوكي ياباني اصلي، مكان معاه ضمان سنه. من معرضنا هنا ضمان سنه، اي حد هيجي يا جماعه يسال على محل ابو سليمان. خلي بالكم لان في ناس بتغير وبتحكي، يعني في ناس بتحقد علينا، وربنا يا رب يكفينا شرهم، فبيوصفوا للزبائن اماكن غلط. طبعا هم خدوا جزاءهم، يعني كان في ست كبيره جايه من بعيد وقعدوا يوصفوا لها غلط وكده، قعدت تدعي عليهم. يعني اي حد يا جماعه يوصف لكم غلط اسالوا عن محل مجدي علي بتاع الكوالين، احنا في وشه امامه على طول، مستنيكم تيجوا تنوروني ان شاء الله. اي حد يعوز اي حاجه مني عنينا ليه. شايفين يا جماعه المكنه، بسم الله ما شاء الله، مكنة ياباني اصلي. الموتور بتاعها طبعا يا جماعه اللي هو الاصلي بتاعها اهو يا جماعه، الموتور الاصلي حالته عامله ازاي. بس هو المكنه لسه ما اتنضفتش وما اتغسلتش، بسم الله ما شاء الله. القعده بتاعت المكنه الاصليه مش متغير منها حاجه. مكنه حتى يا جماعه شكلها شيك جدا. طبعا زي ما انتم عارفين المكنه دي يا جماعه تتغسل وهتتكيس. بيبدا المكن ده من اول 3000 جنيه لحد 6.5 حسب الحالة. جالي منهم 10 مكنات، وإن شاء الله داخلين على المكن الجديد الكمبيوتر الكامل الفترة الجاية ده، عشان إن شاء الله. يعني أستاذ حسين أبو مكة منطقة المنصورة زعلان، أنا بعتذر له تاني تالت مرة، طبعا في كل فيديو بعتذر له على التأخير. وأستاذة فاطمة حداد برضو مكنة برازر 701، بنعتذر لك برضو عن التأخير. شايفين يا جماعه عدسة الياباني، مكنه انا بحب اجيب المكن ده عشان بحب اسمع صوته وهو شغال. مكن جميل جدا. طبعا انتوا اخواتي وحبايبي واهلي. جالنا النهارده ناس من جرجه اشتروا، الشيخ عثمان راجل معروف يا جماعه حتى في السوشيال ميديا وعلى الفضائيات، جيب نفسه اشترى مني، ده شرف ليا. الفيديو ان شاء الله برده بتاعه هينزل على القناه ان هو اشترى مننا. وجالنا ناس من نجع حمادي، واستاذ محمد محمود برضو مشتري مننا مكنه روزة في نجع حمادي. واحنا تحت امركم وخدامينكم، واي حد يجي يسال عن القناه وعن الخصمين تيجوا تنوروني في اي وقت. ابو سليمان 14 شارع الرويعي. طبعا انتوا عارفين المكن الاوفر ده هيطلع طبعا معاه الهدايا من جفت الايبر، كل حاجه موجوده. تعالوا نوروني، اسألوا عن الخصومات، واللي هيشوف الفيديو بتاع 1000 مشترك ليه خصم تاني، يعني ليه خصمين. طبعا الناس النهارده جم نوروني من نجع حمادي ومن جرجه، اتكلموا عن الخصمين وعملت لهم الخصمين والله. وده بيغرمني، بس انا عينينا ليكوا طبعا، احنا المحل كله ليكوا وتحت امركوا، وانتوا الفانز بتاعنا على راسنا. صور لكم اليافطه يا جماعه، اليافطه اهي زي ما حضراتكم عارفين. احنا قدام محل اسمه مجدي علي للكوالين، اي حد يجي ينورني في اي وقت. وجالنا برضو مكن جاك، هطلع المعرض اصوره لكم. بصوا يا جماعه مكن الجاك جه جديد نوفي، المكن الجاك المره دي جاي جديد نوفي، بس المكن ده غالي شويه، يعني بيبدا من 5 لحد 7500. طبعا ده جاي جديد بالكرتونه، مكن بسم الله ما شاء الله. والماكي طبعا موجوده نص كمبيوتر، المكن المنزلي كله موجود، كل حاجة موجودة عندنا. شايفين يا جماعة، ثم كان الجاك جاية جديدة نوفي. شايفين، بسم الله ما شاء الله. استناكوا تيجوا تنورونا وعنينا ليكوا. أي حد يطلب أي حاجة احنا تحت أمره. بتأسف للناس يا جماعة، الأوردرات اتأخرت، يبقى غصب عننا والله، شركات الشحن هي اللي بتأخر المكن. بصوا يا جماعة المكنة بكياسه، بسم الله ما شاء الله. المكنة دي اشتغلت بالظبط أسبوع، حتى دي كده وساخة اهي، شايفين تتشال. المكنة ده اشتغل أسبوع بس، المكنة ما فيهاش خربوش،
ده خرم دليل اهو، مش خربوش. مكنة ما فيهاش خربوش. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. نوروني واسألوا عن الخصم، احنا تحت امركم في اي وقت. والسلام عليكم ورحمة الله.